طفح الكيل بنا، نريد أن نعامل كباقي الفرنسيين دون ما نظر إلى ديننا. هذه كانت صرخة مسلمي فرنسا في ساحة الجمهورية بباريس، والذين تداعوا إليها بناء لدعوات على صفحات التواصل الاجتماعي. فعودة الحجاب إلى تصدر واجهة النقاشات الإعلامية والسياسية في البلاد فاقمت الوضع، وعادت معها صورة المسلم كالمارد الذي يريد زعزعة أركان الجمهورية العلمانية. لذلك وجب التصدي لهذا الخطر. حجابنا لا يجعلنا متطرفين أو إرهابيين، ولهذا نحن هنا اليوم للدفاع عن ديننا ومعتقدنا، وهي رسالة يجب أن تصل إلى الحكومة الفرنسية. كل حقبة لها كبش فدائها، واليوم هي حقبة المسلمين الذين يعتبرون سبب كل المشكلات في فرنسا. إنها عنصرية ممنهجة. دعوة مسؤول يميني متطرف إلى طرد سيدة محجبة من مبنى المحافظة لأنها محجبة، وتصريحات وزير التربية عن أن الحجاب يتعارض مع العلمانية، ومواقف عنصرية تجاه المسلمات صدرت عن سياسيين وإعلاميين بعيد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز شرطة باريس، كلها عوامل دفعت إلى الخروج للقول كفى. نحن هنا للتعبير عن رفضنا الكلي للمواقف السياسية والإعلامية التي تتقصد المحجبات والمسلمين، وهذا أمر يهدد وحدة المجتمع والعلمانية. إذا ولو نحب بعضنا ونحترم بعضنا كل شيء يتغير إن شاء الله. من جهته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد الجدل الذي أثير بشأن ارتداء الحجاب في بلاده، ودعا إلى الوحدة بين جميع الفرنسيين لمكافحة التطرف في فرنسا، كما دعا إلى عدم شتم أي مواطن فرنسي بسبب معتقده. يرى المسلمون في فرنسا أن هناك هوة سحيقة بين مبادئ الجمهورية وبين ما يعيشونه من إقصاء وتشويه إعلامي يصل أحيانا إلى حد الدعوة إلى الكره. جل ما يريده الفرنسيون المسلمون أن تطبق مبادئ الجمهورية من حرية وعدالة وأخوة بشكل صحيح. محمد الحجي، العربي.